تم. اهلا وسهلا. اخيرا مش على السريع على السوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بالحضور الكريم. اهلا وسهلا فيكم من كل اماكن العالم، من الخليج، من العراق، من اسيا، من اوروبا، من افريقيا، من امريكا اللاتينيه، من امريكا الشماليه، من كندا، من كل مكان في العالم. اهلا وسهلا بالحضور. ساعات كثير حطها الفريق حتى نجمع هالمكان ونحكي ونخلق منصه لاول مره للشباب العربي الفلسطيني. اليوم الشباب العربي الفلسطيني صار عنده منصه وصار عنده مكان يحكي فيه ويتكلم عنه بعيدا عن السياسه والدين. اليوم المجال مفتوح، الهواء طلق والفضاء واسع. اهلا وسهلا بالحضور، اهلا وسهلا فيكم جميعا. عاده لما نسوي الفعاليات ونجمع متحدثين ويكون في عندنا متطوعين متدربين، نسال حالنا ايش هي القيمه اللي بتقدمها للناس، كيف ممكن الناس تدفع لك على هالقيمه. اليوم يمكن في عندنا اليوم هنا في الستيج اكثر من 3000 شخص، وفي عندنا بيتابعونا حول العالم العربي وفي جميع اماكن العالم من خلال التغطيه المباشره. ملايين من الناس بتتابع المنصه وبتتابع هالحدث. لو حسبنا تكلفه كل ساعه واحد فيكم انتم عم تدفعوا لنا كثير. فمره ثانيه ومره ثالثه ومره عاشره وللمره المليون، شكرا جزيلا لحضوركم. اجينا من كل مكان في العالم تنلتم، اجينا نلتم هون، نتذكر الاعداد حول شجر الزيتون، نقطف الزيتون، نجمعه، نفرزه، نخلله، يمكن نعصره ونعمله زي الزيتون، وناخذ حصاد الشيء اللي زرعناه خلال السنه. اليوم شجره الزيتون بتعني لنا كثير، بتعطينا مكان بنجلس حواليه، بنحكي فيه عن فكره، بنخرف فيها عن قصه، أو بنسمع لنا أغنية بتجمعنا كل يوم. اسمحوا لي بداية أنوه على عدة أشياء سريعة لسلامتكم. من المهم جدا معرفة بأنه في مخارج الطوارئ في القاعة، ففي حال كان في أي حالة حدوث أي شيء إن شاء الله لا سمح الله، فريق التنظيم الرائع الموجود معنا اليوم على الستيج راح يدلوكم على أماكن الخروج، البوابة على اليمين والبوابة على الشمال. مهم جدا، مهم جدا جدا اطلعوا تليفوناتكم، تكتبوا عن لمة، تغردوا عن لمة، تصوروا لمة، تنشروا فكرة لمة، لأنه هاي الفكرة فكرتكم. اليوم في أكثر من 35 شاب وفتاة من جميع أنحاء العالم اجتمعوا تيعملوا هالمنصة وتيصمموا كل جزء موجود فيها. هذا التعب وهذا الجهد علشانكم تننشر أفكار، ننشر قصص وننشر فنون ملهبة. ما رح أطول عليكم، إحنا فكرتنا سريعة، إن شاء الله رح يكون معنا اليوم مجموعة من المتحدثين، وزي ما شفتوا في العرض الأول عرضنا برومو من فيلم معطف كبير الحجم، وإن شاء الله رح يتم عرض الفيلم كاملاً غداً، فاللي حاب إنه يحضر ويتابع الفيلم كاملاً يتابعنا على صفحات التواصل الاجتماعي لما جلوبل أو على الموقع الإلكتروني لما.com. نورس أبو صالح من الآخر زلمة مجنون. امبارح بالبروفات بندردش، قعدنا نحكي، قعدنا نتسامر، وقعدنا نحكي قديش اليوم الفيلم والصورة والصوت مهمة لتوصيل رسالتنا، وكيف ممكن هالشي يغير في توجه الناس وفهمهم نحو المشاكل الموجودة اليوم في حياتنا. رحبوا معي بنورس أبو صالح. التقيت بفيلم معطف كبير الحجم يا جماعة الخير على الطيارة، ومشان تعرفوا ليش معطف كبير الحجم مغلبني شوي. الفيلم حسب هو فيلم مستقل سينمائي فلسطيني، أزعم أنه يعبر عن القضية، وإذا عندكم زعم آخر يعملوا فيلم عكسه أو ضده. يتحدث عن تفاصيل الحياة الفلسطينية، أظهرتها كما يجب أن تكون، عندنا الوطني وعندنا الشريف، لو كنا شرفة حررنا زمان، لا وعندنا العميل وعندنا اللي بيحب وعندنا اللي بيكره وعندنا اللي مش فارقة معاه يبيع أرضه وعندنا اللي بيموت عشان أرضه، كله موجود. لما صار الفيلم يطوف الطائرات على خطوط القطرية
أذكر موقف كنت طالع على ماليزيا أعرض الفيلم هناك لجمهور جديد نسبياً. وقفت في الطيارة وقلت لهم عمركم حضرتوا فيلم المخرج معكم؟ قالوا لا. قلت لهم هذا فيلمي وأنا المخرج، فحاب أسمع منكم فيدباك. ردة فعل الجمهور الهنود والماليزيين والملاوي والأجانب اللي رايحين والسياح والعالم، السؤال العظيم الذي كان دائماً يسأل حتى وأنا أروح عند المهرجانات: Is that what really happened in Palestine؟ هل هذا حقيقة يحدث في فلسطين؟ يلا عدمكم حيلكم بكل هالأخبار وهالوثائقيات. إذن السينما ثغرة مختلفة، الناس تحب أن تحضر الدراما والسينما، قوت مختلف. العائلات في أوروبا في أمريكا عندما تقول أنا عندي فيلم درامي فيتشر فيلم بيروحوا يشاهدوه. وبالتالي منيح إنه عندنا وثائقيات، بس مشان الله لازم نشتغل سينما، مشان الله بالفلسطيني. وجدت إنه قضية فلسطين، مش أنا وجدت طبعا، كل العالم بيحكي بس مش الكل بيقدر يعبر، قضية حق مطلق، أول العدل وآخر الظلم إن شاء الله هتكون قضية فلسطين. يعني من حسن حظي أني ولدت هناك، ومن حسن حظ الناس أنهم انتموا لها بلا مولد. ولكن يجب أن ننظر إلى نقطة مهمة، لا نكتفي بكون فلسطين قضية حق أن تصل للناس. مشكلتنا لازم نحطها جوا قالب، وهذا القالب يجب أن نمقه. يعني بزبطش أنت تحمل كيلو ذهب وتعطينا المدام هيك، بدك تعمله سنسال والسنسال لحاله بزبطش، بدك تحطه جوا قالب. وهكذا القضية. عندي فيلمين قصيرين وان شوت كل واحد منهم. وان شوت هو أصعب تكنيك في التصوير في صناعة الأفلام، وهذا مغري في المهرجانات العالمية. مشان لما أروح هناك ما أحكي له الفيلم قضية فلسطين، لا، بحكي له الفيلم وان شوت، بقول له واو ريلي، وبدخل يحضره وبتفاجأ أنه عن فلسطين، وبيطلع بقول لي عن جد هيك بصير. وبالتالي نحن نحتاج أن ننمق قضايانا، لا يكفي أن نكون على حق، ولا يكفي أن نستخدم فقط لغتنا، ولا بنظلنا نحكي مع بعض بس، ترى ما حدا بيجي زيادة. يعني احنا نحكي مع الآخرين، بدنا نغير وجهات النظر. ومن هنا بدأت أهتم بالتفاصيل الحياة الفلسطينية الإنسانية. مين سمع عن الترويدة؟ لما كانت ستنا اتنيمنا بحضنها ويلا أنا مش عارف، ونص الحكي ما تفهموش. يعني أنا لمرحلة معينة ظننت إنه إحنا وثنيين أفارقة بصراحة. شو بتحكي ستي؟ طب أنا كيف بغفى؟ هاي تعويذي، يعني واضح أنها تعويذي. بعدين بحشت عن الترويدة، وجدت أنها كانت تستخدم رسائل تشفير بين المحبين، فتقول له وانا الليلة لبعث ريح السامة لا 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 لا، يعني هو الشمالي بس بتحط لها مليون ألف فيها، وتخربط المتحدث أو المتلقي، تمام؟ ثم تطورت فأصبحت شفرة المقاومة. بعدين لما وصلتنا صارت ست تحطني وأنا عندي فلوانزا، وصير تكره علي واستسلم، وأحيانا تدلق لي، صح؟ تمام. الآن هذه التفاصيل استفزتني، وخرج إنتاج جميل من فرقة الفنون الشعبية مع توزيع طارق الناصر، وقررت أعمل الترويذ الفلسطينية. وقلت أن الرجل أن الطفل لدغته أفعى، وأن جدته تروده لينام حتى يصل الدواء أو حتى يسري يذهب عنه أثر الأفعى وحمى الأفعى. خلينا نشوف الترويذ سوا ونرجع إن شاء الله. سامي ليلى ليا هاويلي لا تيري، سامي ليلى ليا رويلي لو علي ليلى لي بابو لو لم تفتح، سامي ليلى ليا رويلي لو واني ليلى لبحت معيلي للريف، سامي ليلى ليا رويلي لو وصل إلى الهبوط أولي
شكرا. نورس ابو صالح يا جماعه، رائع نورس. نورس، سؤال هيك على السريع، خندردش. افلام نورس اليوم وصلت مهرجانات عالميه، بنحكي على مشاركه في كان، البدايات ما كانت سهله، واتوقع اليوم في الحضور ومن الشباب اليوم في العالم العربي في كثير حابين يدخلوا في مجال صناعه الافلام. نصيحه واحده سريعا للشباب اللي حاب يدخل هالمجال، نصيحه ما تردوش احد. عندنا كثير عوائق تبدا من المحيط القريب وحتى العالم الخارجي، هاي العوائق لن تنتهي، لا يوجد احد سيقدم لك على طبق من ذهب انجازك، يجب ان تنجز. وانا اعتبر نفسي لسه على درجه الصفر، ويجب ان يعني ان انتقل للمرحله القادمه، لكن يجب ان نؤمن ان السينما اولويه يا جماعه وليست طرفا. واذا اولادكم بدهم يدرسوا سينما خليهم يدرسوا سينما. شكرا. شكرا نورس. سؤال مطروح، هم طلبوا مني الشباب في منصة لما الحديث عن ما الذي يمنعنا كفلسطينيين من الانشغال بالقضايا الأخرى، وهنا السؤال بيطرح نفسه، من نحن كفلسطينيين وما هي القضايا الأخرى؟ كيف السؤال عندي فعليا، كيف أوفق بين انتمائي للقضية الفلسطينية وانتمائي للقضايا الأخرى؟ لأنه فعليا الفلسطينيين اسم الله، يعني كل عرس عندنا قرص يعني، وبكل مكان موجودين، من البرلمانات وحتى التعليم في الرياضة في كل مكان. السؤال هو كيف أنا فعليا بقدر أوفق بين انتمائي للقضية الفلسطينية وانتمائي للقضايا الأخرى. والسؤال الثاني والأهم كان كيف أوفق بين هويتي الفلسطينية، أنا فلسطينية، بس كيف بوفق بين هويتي وبين الهويات الأخرى اللي شكلتني؟ أنا متأكدة إن كل شخص موجود داخل المسرح عنده قصة، عنده جذور مختلفة، عنده أشياء شكلته، من فريق كرة القدم اللي بيحبه لحد شكل زواجه، لحد علاقاته ونوع الناس اللي بيعرفهم واللغات اللي بيتقنهم. هويتنا مركبة، وهذا بيقودني لشخصية كتير معروفة في فلسطين. مين؟ إدوارد سعيد. إدوارد سعيد يعني عنوان للإنسان الفلسطيني اللاجئ المثقف المختلط بالهوية، الذي يحمل هم والذي لا يعرف إلى أين يتجه إلا من خلال انتمائه للإنسان. إدوارد سعيد عندما رثاه محمود درويش رثاه بكلمات قاسية ومؤلمة وتعكس فلسفته الحقيقية التي ينتمي فيها كإنسان كوني وعالمي. يقول: والهوية قلت، عم يسأله محمود درويش فبيحكي بلسانه، بيحكي فقال: دفاع عن الذات، إن الهوية بنت الولادة، كل مولودين نعم بذلك، لكنها في النهاية إبداع صاحبها، لا وراثة ماض، أنا المتعدد في داخلي خارجي المتجدد، لكنني أنتمي لسؤال الضحية. نحن أبناء رحم الظلم، نحن الفلسطينيين أبناء الظلم، شئنا ما بينا، حتى وإن كنا لاجئين مرفهين، لكننا أبناء الظلم، فالأفضل أن ننتمي لسؤال الضحية. وكذا كان إدوارد سعيد: لو لم أكن من هناك لدربت قلبي على أن يربي هناك غزال الكناية. وجدت أيضا الأندلسي، وجدت في كل مكان، وجدت أيضا في مدينتي. هل تعرفون اسم هذه المدينة؟ صورة من فلسطين، من شمال فلسطين. أنا من صفد، أنا من مدينة صفد، وهذه المدينة هي صفد. تعثرت عليها صدفة، الصورة عرفتها صدفة في الشتر ستوك. كنت بتكلم مرة مع صديق وسيم، وهو مبرمج فلسطيني بيعمل شغل ويب سايت وهيك، وكان عم يفرجيني، كنت بدي طالبة منه يعمل لي ويب سايت عن الأندلس، وكان عم يفرجيني كيف ممكن نقلب يعني قصة الأندلس من خلال جوجل مابس. فعم يقول لي: تعالي فرجيكي وين صفد مثلاً. وكانت أول مرة أكتشف هاي الخاصية، وكنت ضعيفة وقتها في التقنية، ودخلني على صفد، غرقت وقتها في البكاء، أنا لا أعرف صفد ولم أراها. تخيل أنت وطنك لا تعرفه حتى من صور جوجل. فكانت هاي اللقاء الأول، ولم أعرف أن هذه المدينة هي صفد. أنا منى حوا لا أعرف عن صفد إلا ثلاث معلومات فقط. المعلومة الأولى أنه هاي المزة من صفد، نسرين طافش من أجمل سيدات الممثلات المحسوبين على الفن السوري، لكنها فعليا من صفد وابنة شاعر فلسطيني معروف. المعلومة الثانية اللي بعرفها عن صفد إنه هناك 300 عائلة سفاردية، والسفارديين هم اليهود الأندلسيين الذين طردوا من بلادهم سنة 1492 وسكنوا بلاد إما للمسلمين أو غيرهم، من بينها مدينة صفد. صفد كانت احتضنتهم، ولذلك أصبحت صفد إحدى المدن المقدسة الأربعة في التراث الإسرائيلي، وهي صفد، طبرية، والخليل والقدس. المعلومة الثالثة والأخيرة اللي بعرفها عن صفد، هناك نكبتان لصفد. دائماً تذكر فلسطين
تذكر مدن فلسطين في معرض العودة. دائماً بيحكوا الخليل، رام الله والقدس ونابلس وغيرها، إلا مدينتي ولله الحمد. هناك زعيم فلسطيني، هناك قيادة فلسطينية دائماً عندما تأتي على ذكر صفد تقول: أنا من صفد، لدي منزل في صفد، وتنازلت عن صفد لصالح السلام مع إسرائيل. أنا أعرف رغم معرفتي الضعيفة، بصفد وبالتاريخ الفلسطيني أو بجغرافيته، رغم أني لا أحمل إلا 3 معلومات فقط عن صفد، أنا أعرف أني سأعود لمنزلي في صفد، وأن كل الخطاب التخويني، الخطاب المليء بالهوان الذي يتنازل عن مدينتي سيدحر وسأعود أنا لصفد. الشيء الوحيد الذي أختم فيه: فاحمل بلادك كأنها ذهبت، احملها أينما تكن، وكن نرجسياً إذا لزم الأمر. شكراً. بأمن بأنه الموسيقى إشي زي السينما، زي أي فن في العالم، بغير وبغير كتير إذا الواحد أبدع فيه أو حتى وصل رسالة من خلاله. أنا تجربتي مش كتير فيها مغامرات وأشياء يعني، بس بتمنى أنه اللي رح أعزفه يعجبكم، هاي رسالتي يعني.
في منطقة جغرافية موجودة داخل فلسطين تستحق أنها تدرس. اليوم بنشوف هالتحديات، بنشوف هالمصاعب، وأتوقع اليوم بكل أمانة وبكل بساطة همتك ضعيفة، تعبان، متضايق من حالك، حاس حالك ما أنجزت ما عملت. بس اقرأ شوي عن هالناس. متحدثتنا من غزة، كان الغربة موضوع ما هو سهل عليها أبداً. راحت انتقلت وعاشت في بريطانيا وسخرت كل مكان هي موجودة فيه اليوم لخدمة القضية الفلسطينية ولخدمة رسالتها. ما كان المشوار سهل، كثير ناس بتهاجمك لما تنجح، خاصة لما تكون صوتك بيتحكم بمجلس طلبة بريطانيا اللي بيمثل 7 مليون طالب. رحبوا معي بملكة محمد. السلام عليكم، اسمي ملكة محمد من مدينة غزة، وأصلاً من مدينة يافا، لاجئة من مدينة يافا. عشت معظم حياتي في مدينة غزة لحد عام 2013. بعام 2013 صار إشي غير حياتي بشكل كلي، قلبها رأساً على عقب. حصلت على منحة لدراسة الماجستير في جامعة شيفيلد في الشمال البريطاني. بس كطالبة من غزة، أول سؤال يمكن يخطر على بالي هو كيف بدي أطلع؟ بغزة، لمن لا يعرف غزة، في عنا معبر وهو المنفذ الأول والوحيد لسكان قطاع غزة للعالم الخارجي. هذا المعبر معبر رفح المصري. معبر رفح غالباً بيفتح لمدة يوم يومين بالشهر، مرات ولا يوم. حصلت على التأشيرة للخروج لبريطانيا يوم الثلاثاء. بيوم الثلاثاء أعلن إنه معبر رفح هيفتح لمدة يومين، يوم الأربعاء ويوم الخميس. وبنفس اللحظة والدي اتلقى اتصال بيحكي له إنه ولا طالب حيخرج من غزة اليوم أو بكرة أو بعده، يومي الأربعاء والخميس. بس أنا أصريت على والدي وحكيت له لا، بدي أروح وأجرب. بعد نقاش وحوار مع والدي اعطاني الإذن وحكى لي ممكن أروح على معبر رفح وأجرب. وصلت لمعبر رفح البري، حالة من الإحباط، من اليأس للكثير من الطلبة، كنا بالمئات. الكثير منهم عم بينتظر في معبر رفح له أيام، أسابيع، أشهر، ربما أكثر. الكثير منهم فقد مناحه كمان للدراسة في الخارج. حكيت مع مجموعة من الطلبة وحكينا لا، لازم نعمل إشي، مش لازم نضل ساكتين هيك. قررنا ننظم حالنا، عملنا مظاهرة سلمية داخل المعبر، معبر رفح، وصرنا نهتف خلي الطلبة تسافر. بعد ساعات من الانتظار في الشمس اجت إدارة المعبر وتحدثت معنا، وبعد نقاشات مرة تانية اختارت إدارة المعبر انه تسمح ل 30 من الطلبة بانهم يسافروا باليوم التالي. تمنيت انه اسمي يكون من بين هؤلاء الأسماء. كنا بقاعة مثل هيك، انتوا الناس اللي بدهم يسافروا من المعبر والأشخاص المسؤولين عن المعبر هنا. بدوا يختاروا بالأسماء بشكل عشوائي. اسمي ما كانش بيناتهم للأسف. الاسم الأخير كان لفتاة تدعى ملك. ملك لم تكن من ضمن الحضور. اختاروا اسم ثاني وكان اسمي. ما
ما صدقت حالي، صرت بدي أبكي يعني من الفرحة. أخذت الجرين كارد، الكارت الأخضر، وروحت على البيت. إجيت باليوم الثاني من الصبح من الساعة 8، وبعد معابر وحواجز وحدود ومعاناة كبيرة، خاصة بالخروج من غزة لصحراء سيناء اللي هي من أكثر المناطق الخطرة في العالم، خاصة مع وجود داعش هناك. بس وصلت لشيفيلد بعد 5 أشهر. بعد 5 أشهر من وجودي بشيفيلد تم ترشيحي لانتخابات مجلس الطلبة في الجامعة. كان قراراً محيراً. كان في عندي جولة طلابية للحديث عن فلسطين في أوروبا، تحديداً في فرنسا وإيطاليا. كان عندي امتحانات، اختبارات، مقالات للتسليم. وغير هيك إنه عمالي واصلة لبريطانيا، ما بعرف كيف أعمل حملة انتخابية. بس بعد حوار ونقاش مع بعض الأصدقاء والأكاديميين حكينا لا، لازم نروح للانتخابات لأكثر من سبب، من بينها إنه هذا المنصب ممكن أصل فيه لناس أكثر، وبالتالي أفيد فلسطين بشكل أكبر. وهذه من بعض الأهداف اللي كانت موجودة عندي لما خرجت من غزة، إنه ما بدي بس أروح عشان أتعلم في جامعة في الخارج، لا، أنا كمان صوت من أصوات فلسطين في الخارج، ولازم أفيد القضية بأي شكل وبأي وجه. طبعاً الانتخابات ما كانت سهلة. جماعات الضغط الصهيوني أشاعوا بين الطلبة أن ملكة طالبة إرهابية فلسطينية لا تنتخبوها. بالأسبوع الانتخابي صرنا نجادل بهدول الطلاب ونحكي لهم لا، بالعكس، الصراع ضد الصهيونية، الصراع ضد الاحتلال الصهيوني هو صراع حق وواجب علينا، ولازم نعمل هذا الإشي لنفيد فلسطين ونفيد أي مكان تاني في ظلم. وبالفعل نجحت في الانتخابات. لم يكن أي نجاح أيضاً. حصلت على 3734 صوتاً، وهي أعلى نسبة تصويت يحصل عليها أي متنافس في تاريخ جامعة شيفيلد المتجاوز لأكثر من 100 عام. بعد أيام قليلة، فقط 3 أيام من فوزي في الانتخابات، حدث ما لم يكن في الحسبان. حدث التالي: اندلعت الحرب الأخيرة المجنونة على قطاع غزة. يعيش أهلي في حي يدعى حي الشجاعية. ممكن الصور ترجع هون، صح، ممتاز. يعيش أهلي في حي يدعى حي الشجاعية كما قلت. وربما البعض منكم يعرف ما حل بهذا الحي. هدمت بيوت على رؤوس أصحابها. بسبب هذه الحرب المجنونة فقدت 64 شخصاً. 64 شخصاً من عائلتي، أصدقائي، أقربائي، جيراني. فقدتهم هكذا دون الوداع الأخير، دون القبلة الأخيرة، دون أي شيء. فقدتهم هكذا. بسبب هذه الحرب المجنونة كان على أخي الصغير ذو 10 سنوات أن يجري فوق جثث أهله وأقاربه هرباً من موت محتوم. كنت أنتظر الساعات، الأيام، الأسابيع لأسمع صوت أبي وأمي وأنا في الغربة. بيوم من الأيام نجحت في التواصل مع أبي. قال لي جملة لم ولن أنساها في حياتي: ملكة، دير بالك على دراستك، دراستك أهم من كل شيء، دراستك مقاومة. كان يقول لي هذه الجملة وأنا أسمع أصوات القذائف والقنابل بجانب رأسه. أما أختي فاختارت أن تقول لي: ملكة أنت محظوظة. قلت لها: ليش؟ قالت لي: لو إحنا كلنا متنا أنت حتضلك حية، وهذا إشي كويس. كيف لي أن أفكر في الجملة الأولى دون الجملة الثانية؟ أخبروني،
كيف لي أن أفكر في الجملة الثانية دون الجملة الأولى؟ لأي درجة من البؤس أوصلت هذه الحرب اللعينة أهالي قطاع غزة لكي يدركوا بأن شيئاً ما سوف يحول حياتهم إلى جحيم، بأن شيئاً ما سوف يحصد أرواحهم روحاً تلو الأخرى؟ مرت الأيام، مرت الأيام ثقيلة. بعد أيام فقط نجحت في رسالة الماجستير. لم يكن أي نجاح أيضاً. في العام عام 2013 حصل 3 من الطلبة على درجة الامتياز في رسالة الماجستير، وفي عام 2014 كنت من بينهم وحصلت على درجة الامتياز أيضاً. واستمريت في رحلتي للتغيير على المستوى العربي والغربي، حصلت على جائزة طالبة العام على مستوى بريطانيا. اليوم في عندنا سؤال كثير مهم نسأله، هل الكوميديا بس للضحك والحكي والانبساط وبعدين خلص؟ هل ممكن انه هاي الكوميديا اللي اليوم تعتبر صناعة في العالم بيستثمروا فيها الناس بالمليارات ممكن انها تتحول الى اداء مهم جدا في ايصال رسائلنا حول العالم؟ هل إلها دور في أنها تنقل لنا الحقيقة؟ هل إلها دور في أنها تكشف لنا التزييف؟ كل هاي الأسئلة رح نسمعها من وجهة نظر نيكولاس خوري. استنى استنى مرة يا تعال، شفتوا كيف مطقمش؟ الله يرحم جدك، لابس من فوق توكسيدو ومن تحت تامر حسني. ولا عراس يعطيك العافية. نيكولاس خوري يا جماعة. يلا غزة 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 زي قبل شوي. سمعين الصوت اللي طلع من غزة؟ هذا بس من غزة، سمعوني صوت عن فلسطين كلها. ما في صوت عن فلسطين؟ يا اخوان سمعوني صوت لفلسطين ول؟ خلينا مع غزة، احنا جماعة غزة احسن ناس. قبل ما احكي عن دور الكوميديا في التغيير، في سؤال دايما بنسأل لي وهذا السؤال بيستفزني جدا، انه نيكولاس انت شايف انه احنا بتوقيت مناسب للتنكيت؟ الناس بتموت في غزة، الناس بتموت في فلسطين، الناس بتموت في سوريا، الناس بتموت في العراق وفي اليمن وفي ليبيا، وماذا عن بورما؟ هل أنت شايف هذا التوقيت مناسب للتنكيت؟ هذا السؤال بيستفزني لسببين. أول سبب إنه اللي بيسألني هذا السؤال بيعاملني كأني طرف ثالث، بيعاملني كأني طرف بعيد عن الألم. أنا مش كوري ولا هندي ولا صيني ولا ياباني ولا إسباني ولا أمريكي، أنا كمان أصلي فلسطيني، أنا كمان من يافا. أنا خسرت ناس، وأنا في إلي أصحاب معتقلين، وأنا اللي تربيت على حب فلسطين ونفسي أزورها ومش قادر، وأنا اللي بكيت لما هلأ غنينا كنا موطني. أنا جزء من هذا الألم، أنا مش طرف ثالث. فببكي ببكي، حزين حزين، متألم معكم، لكن قررت أواجه ألمي بطريقة مختلفة. ما بدي أكشر، ما بدي ألطم، لا بدي أضحك، بدي أواجه ألمي بابتسامة. مرة في صديق حكى جملة كتير حبيتها، إحنا ما منضحك عشان ننسى، منضحك عشان نتعالج، عشان نقدر نكمل. السبب الثاني اللي بيخلي هذا السؤال يستفزني إنه ما بعرف، بحس الانبساط على الشعب الفلسطيني ممنوع. كل ما حد يشوف الشعب الفلسطيني مبسوط بنكد عليه، بشوف واحد منكت بتنكت وأرضك محتلة، بشوف الفلسطينية بتدبكوا بتدبكوا وأرضكم محتلة، بشوف الفلسطيني مسحل بنطلونه مسحل بنطلونك، لا اتحررت فلسطين. طب ما صاركم 60 سنة البناطيل لللوز، ليش ما حررتوها؟ خايف يوم من الأيام أكون بتحمم يطلع لي واحد من الدش، بتتحمم؟
بالعكس الشعب الفلسطيني هو أكثر شعب يستحق الفرحة، لازم يفخر بحاله هالشعب. يا زلمة 70 سنة مشايبين العالم كله، إحنا اللي بطلعنا نضحك. شعب تنح محافظ على قضيته، التنح بتزوج تنحة بخلفه 5 تنحين. قال طلع لك نتنياهو لابد للشعب الفلسطيني أن يعترف بالدولة الإسرائيلية. هيو في المشمش قال لا لازم تعترفوا، خلص الأمم المتحدة اعترفت فيها. الأمم المتحدة؟ أنت ما بتعرف إن الطفل الفلسطيني أول ما يطلع من بطن أمه قبل ما يحكي ماما بحكي طز في الأمم المتحدة. كثير بيسألوني لكن هل النكتة وهل الكوميديا جزء من عاداتنا وتقاليدنا؟ طبعاً. مين في فلسطيني عمرك شفته ما بينكت؟ الفلسطيني بكون بنص أزمته وبينكت. يا زلمة تذكر جدك الله يرحمه، ستك الله يرحمه، الله يرحمها والله يخليهم إذا لسه عايشين. عمرك نفدت من تنكيتات جدك أو جدتك؟ يا زلمة بعز الحرب على فلسطين الصهاينة كانوا بتخبوا والفلسطينية بيصوروا. بيصوروا الصاروخ وبينكتوا ومش خايفين لأنهم أصحاب حق. أما اللي مش صاحب الأرض بهرب. دائما كمان بواجه هذا السؤال. جميل، الكوميديا جزء من التعبير لأنه السخرية جزء من المشاعر، زيها زي الحزن، زيها زي الغضب. لأنه أنت أول ما تسمع إشي أو تشوف إشي مش عاجبك يا بتغضب يا بتحزن يا بتضحك يا بتسخر منه. لكن هل الكوميديا ممكن تعمل تغيير؟ طبعا كل إشي بتعمله ممكن يعمل تغيير. ريشة فنان، ضربت رجلك على الأرض وانت بتدبك، أي إشي بتعمله بيعمل تغيير. وأعطيكم دليل، بدي أعطيكم دليل كثير كبير. باسم يوسف، بجوز باسم يوسف نصكم بحبوه ونصكم بكرهوه، بجوز نصكم شايفينه ملاك ونصكم شايفه شيطان، بس كلنا بنتفق وما حدا بيقدر ينكر إنه بالنكتة عمل تغيير، سواء تغيير إيجابي أو سلبي. النكتة إذا استخدمتها بالطريقة الصحيحة بتعمل تغيير، وتغيير إيجابي. بتدخل للناس المعلومات اللي بدك إياها بالنكتة، بدون تنظير، بدون أدلجة، بدون تحزب، بدون قوقعة، بدون طوائف، بدون أديان، بدون سياسة، بس مجرد نكتة، موقف بنكتة، مقاومة بنكتة. وحالياً مش بس يعني مش بس باسم يوسف، في عنا جوشو من مصر، تحية لجوشو. وفي عنا البشير بالعراق، وفي عنا نيكروس خوري من الأردن وفلسطين، يعني تحية للأردن نيكروس خوري. بس آخر إشي بدي أحكيه إنه قبل فترة قرأت إشي كتير عجبني، إنه العالم وصلت مرحلة تسمع للكوميدي وتضحك على السياسي بدون ذكر أسماء، بس كنا عرفنا مين. شكراً لكم. بكرة جاي ولو ما جاش احنا نجيب بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطا وتدلنا على حلمنا. احلم معي. قبل 120 سنة كان المؤتمر الصهيوني الأول اللي حلم فيه هرتزل بوطن قومي لليهود في فلسطين، وكتبوا في كتابه The Jewish State. اليوم إحنا كلنا، كل اللي في القاعة وست ملايين تانيين برا القاعة، عم بيعيشوا حلمه واقع. وفي عام 1963 كانت أمريكا بتعيش في عنصرية مقيتة، عنصرية حتى ما ممكن نتخيلها. اللافتات في المحلات كانت بتحمل صور أو كلام بيقول يمنع دخول السود والكلاب. ومع ذلك next slide. ومع ذلك قدر مارتن لوثر كينج إنه يحلم، وقال جملته الشهيرة I have a dream.
I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. كل الناس خلقوا سواسية وفعلاً عشنا حلمه واقع. أنا اليوم بدي نحلم للإنسان الفلسطيني. أنا حلمي الأكبر إنه يكون الإنسان الفلسطيني هو عنوان القضية، بعيداً عن كل المصالح السياسية والأيديولوجيا والألعاب اللي تعبنا منها. صلنا 70 سنة عم نكون مطية لهاي الحروب الخفية أو العلنية. بحلم وإنتوا بتحلموا، بس الأحلام لحالها ما بتطعمي خبز. أحلام وأحمد هم عايشين في ما نسميه أو يتعارف عليه اليوم باسم البدون، بس لأنهم في مخيمات فهم وضعهم أسوأ، ما بيقدروا يطلعوا أكثر من 4 كيلومتر مربع أو غيرها من المساحات. وعلى مدار 70 سنة وفوق عذابات اللجوء، اللاجئ الفلسطيني كان وما زال بتحمل وبدفع ثمن حياته أو حريته نتيجة الخلافات اللي صارت بين الدول العربية والفلسطينيين. أولاً كان أيلول الأسود، راح ضحيته 20,000 إنسان فلسطيني، وبعدها كانت المجازر اللي صارت في لبنان من 76 لل88، واللاجئين الفلسطينيين بتعرضوا لمجازر راح ضحيتها الأعداد التقريبية بتقول 20,000 لاجئ فلسطيني، منهم مسجلين بالأونوروا ومنهم مش مسجلين. وبعد هيك كانت كان الغزو العراقي للكويت، ونتيجة قرار السلطات الفلسطينية بتأييد القرار برضو الإنسان الفلسطيني هو اللي دفع الثمن، والكويت ودول خليجية تانية طردت مئات الآلاف من الفلسطينيين، واحدة منهم كانت منى وعائلتها. بعد هيك صار خلاف أيضاً بين ليبيا والسلطات الفلسطينية، وبرضو طرد اللاجئين الفلسطينيين على الحدود المصرية الليبية، وما كان في إلهم أي حدا يستضيفهم. في 2007 رجع الفلسطينيين في نهر البارد، دفعوا ثمن خلافات وفبركات إعلامية، 600 لاجئ فلسطيني استشهدوا أو توفوا في تلك الحرب، وتدمر المخيم. دمار المخيم جريمة بحد ذاتها، بقدر ما هو جريمة تدميره جريمة أخرى، لأنه المخيم هو اللي شاهد على نكبة 48. يعني لما راح المخيم عملياً إحنا خدمنا الاحتلال بأنه راح واحد من الشواهد على عذابات الفلسطينيين اللي ممتدة من 70 سنة. واليوم في سوريا في مخيم اليرموك اللي كانوا بيعرفوا قبل وشافوا وراح تسوق فيه وأكل من المطاعم اللي فيه، صار اليوم مخيم اليرموك للاجئين السوريين يوصف بأنه أكبر إهانة للإنسانية. اللاجئ السوري عم يدفع الثمن مع إخوانه السوري، اللاجئ الفلسطيني عم يدفع الثمن مع إخوانه السوريين. 10 سنين، 10 سنين وغزة محاصرة. مرح دياب، مين ما بيعرف مرح دياب؟ مرح دياب كان عندها فشل كلوي، ولأنه المعبر مسكر ما قدرت تطلع تتعالج. غير مرح في كتير من الوجوه البريئة أو حتى الختاير الكبار ما قدروا يطلعوا على العلاج. وفي الضفة أكثر من 500 حاجز عسكري هم ثمرة التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، أكلت أعمار شبابنا وأطفالنا والختاير، الناس اللي توفت على الحواجز أو الناس اللي انولدت حتى على الحواجز وصار اسمهم حاجز. طيب خلاص نكتئب نعيط؟ لا، أنا أؤمن إنه إحنا كفلسطينيين قادرين على الحلم،
إحنا لازم نحلم، لأنه الحلم اللي رح نحلمه اليوم هو حيكون واقعنا بعد 20، 30، 50، أو حتى 100 سنة. باللحظة اللي منبطل فيها نحلم إحنا بنموت. فكرة صغيرة ممكن تقلب الاقتصاد بأكمله. فالحلم هو دائماً يبدأ بفكرة ويتطور، بس ولكن ما في إمكاننا أن نحن ننسى المعلمة المبدعة حنان الحروب، اللي بدأت بإمكانيات قليلة جداً في مدرسة في قضاء الخليل، في مكان صغير، في مكان ما حد بيعرف عنه، بسبب تفانيها، بسبب حبها لعملها، بسبب إخلاصها، استطاعت إنها تطلع وتوصل للعالمية. ما بننسى طلائع، مدرسة الطلائع اللي حطمت أرقام قياسية في القراءة. هون حاب أن أتناول مثال واقعي أنا عشته. كنت محكم لمسابقة لمايكروسوفت، مسابقة بالابتكارات. طلعوا شباب من فلسطين، من جامعة بيرزيت. استطاعوا أنهم يخترعوا ويبتكروا آلة. هذه الآلة عبارة عن اختراع بيستطيع أنه يقرأ موجات الدماغ، وبيستطيع أنه يحرك أي شيء في الكون حوالينا، من ديفايسز أو من أي، من ممكن يكون سيارة، ممكن يكون أي things، أي شيء يحركه بقراءة خلايا الدماغ بدون أي أكشن من هذا الشخص. حطموا الأرقام القياسية، أخذوا رقم نمبر 1 على الوطن العربي، وطلعوا نافسوا على مستوى العالم. هذا واحد من الأمثلة المشرفة اللي دائما نحكيها. البدايات كانت صعبة دائما. أنا شخصيا عانيت، ويمكن حاب نهوض هون لمحة. بدينا من مخيمات، بدينا من الحارات، بدينا من شخص يمكن ما في كان عنده 5 أو 10 دنانير يشتري فيهن أقل الكوت. من هون بديت، من هذه الزاوية بدينا. تغربت بعمر صغير، طلعت سافرت، عانينا. طبعا يمكن لو نحكي يمكن بدنا 10 لمات عشان نحكي عن التفاصيل، بس ولكن كان أهم عنصر بيواجهني بغربتي هو إنه أنا طالع نجاحي مربوط بفلسطين، أنا ممثل لفلسطين. فشلي رح يرتبط بطريقة أو بأخرى بأنك أنت فلسطيني. فكان أهم عنصر عندي أن أنا لازم أنجح، لازم أتحدى، بسبب أن أنا رح بطريقة أو بأخرى هعكس أن أنا فلسطيني. كنت أروح على الجامعات، ما كان معي فلوس أن أدخل أقرأ بالجامعات، كنت أروح أشتغل. فكنت أروح على الجامعات فيحكون أنك أنت ما معك بطاقة طالب، أنت مش طالب في الجامعة، ما بتقدر أنك تدخل بالجامعة. وما كان معي إمكانيات أن أدخل بهذه الجامعات. فاقترحت عليهم شغلة، قلت أنا مستعد أني أدخل أقرأ بالمكتبة عندكم وأدرس الطلاب عندكم. فكنت أدخل أقرأ الكتب باللغات المختلفة وأطلع وأدرس الطلاب اللي كانوا يجوا هذه الجامعات، مقابلهم كانوا أقرأ مجاناً. بعد كل المعاناة اللي إحنا مرينا فيها، أنك توصل الحمد لله نحكي إنه لسه شغلنا حالنا، بس وصلنا لمرحلة إنه يتم تكريمك كأفضل قائد ومطلع تطوير الأعمال والاستراتيجيات، تأخذ تصنيف دولي، تحقق بمجموعة براءات اختراعات، تكون محكم دولي في مجموعة مسابقات عالمية. ولكن أهم نقطة لازم إحنا ما ننساها، خبرتك، جهدك، تعبك، هذه المعلومات اللي عندك لازم تعكسها على فلسطين. الحمد لله أن أنا صرت أن أستطيع أن أدخل على فلسطين مؤخراً، صرت أستطيع أن أروح أعكس على شعبي. عملت أكثر من 250 فعالية وحدث أفيد فيهم الشباب الفلسطيني، طلاب الجامعات، المجتمع بشكل عام. وزي ما بنحكي دائماً أنه ما في خير لبلده، ما في خير في أي شيء آخر. فبشكركم ويعطيكم ألف عافية يا شباب. وسيم عواد، شكرا. سؤال على السريع، امبارح كنا بندردش وكان بيحكي لي وسيم
دخلت أوروبا وما كان معاي غير 90 يورو. إيدي على كتفك يا وسيم، شو شريت فيهم؟ بصراحة 90 يورو كفوني حوالي شهر ونص. تمام. كنت بس أكل عبارة عن خبز فقط عشان أخلي 90 يورو تمشين لأكبر فترة ممكنة. عظيم عظيم، شكراً وسيم. شكراً.